السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو خاص بالبرودكسيون اكريت. مبدئيا بالنسبة للناس اللي كيتسألوا واش غيتحط الموضوع على فيروس كورونا، رأي شخصي واستنتاج شخصي، ما عنديش معلومات مؤكدة، ما غيتحطش على كورونا حيت امتحان جهوي، يعني كل جهة غتحط رواية. كون كان امتحان وطني بحال اللغة الإنجليزية اللي غالبا غيحطوا فيروس كورونا، غيحطوا مثلا يكون كان امتحان وطني غيحطوا الفصل اللي فيه بونغلو سيان او مريض بمرض معدي مع بعدات وباكيت وغيربطوه لنا مع فيروس كورونا، او لا الفصل اللي هضرات فيه العجوز على الطاعون ويربطوه لينا بفيروس كورونا. يقدر الا تحط هذا الفصل يقدر يتحط على كورونا، ولكن عموما ما نظنش. المرحله الاولى اشنو كنديرو؟ كنقراو النص بعنايه وبشكل مكرر، وكنعزلو الكلمات الرئيسيه والافكار الاساسيه. كيفاش؟ غنمشيو لنص موضوع. انا طلبت من واحد التلميذه انها ترجمه لي، في الاول قالت لك ما فهمتش. علاش؟ حيت مشات الكلمات اللي ما فهمتهمش وقالت لي ما فهمتش. ولكن ملي بدينا كنفسرو كلمه 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 بقات راسها فاهمه نص الموضوع ببساطه. هي ترجمات بالشكل الاتي: مثل العبد في النص، الكثير من البنات الشابات المغربيات، ما فهمتش سون مال تريتي، العائلات عندهن يعملون، واخا ال ترافاي كان خصها تبيع عملنا حيت ال، سلاحف طوطيو فهمتها، سلاحف كو فهمتها، عنق فوليوم فينيسيون اي ميم لامور. الترجمة الصحيحة شنو هي؟ مثل العبد في النص، العديد أو الكثير من الفتيات اللي هما البنات الشابات المغربيات تساء معاملتهن من قبل العائلات التي تعملن لديهن، التعذيب، الضرب، الحروق، العقوبات وحتى الموت. إلى فهمتو غي كوم لسكلاف، وفهمتو بوكو دو جون في ماروكان، وفهمتو فامي، وفهمتوا مور او لا بينيسيون، صافي كوم لسكلاف، مثل العبد. اشنو وقع العبد؟ هو اللي كيوقع لهاد البنيات. المرحله الثانيه نحدو المطلوب، وهي الجزء الثاني من نص الموضوع. كو بونسيفو دو تو سكيل سيبي، ما رايك في كل ما يتحملناه؟ اكتب نصا جدليا تعبر فيه عن وجهه نظرك مع تبريرها من خلال حجج وامثله من واقعك. هذا هو المطلوب. المرحلة الثالثة نمشيو المقدمة. المقدمة اشنو عندنا فيها؟ غناخدو نص الموضوع وغنستخرجو منو المقدمة. عندنا نص موضوع كيقول دون كونديت لو نيغر سوفر باغس كيلي اسكلاف دو نو جور لو موفي تريتمون انفليجي ا سارتان بون نو بوتيل با اتر كونسيديري كوم اون نوفيل فورم ديسكلافاج كيل فو دينونسي. الى لاحظتو دون كونديت في رواية كونديت لو نيغر سوفر باغس كيلي اسكلاف، يعني الزنجي يعاني لأنه عبد، نفسها كوم لسكلاف دي تكست. وهذا نص موضوع وهذا نص موضوع تحطوا في امتحانات جهوية، يعني هذاك الشيء كله مكرر. غنحيدوا هذيك البداية، هذيك غادي يجي ان تكست خارجة، هذيك غنحيدوها من الأول حيت هذاك المطلوب ماشي نص الموضوع، هذاك المطلوب منا. دونك اون ديت ممكن تخليها ممكن تحيدها، النفي تحيدو وعلامات الاستفهام تحيدها، غتحصل على واحد المقدمه هي دو نو جور لو موفي تريتمون انفليجي ا سيرتين بون il peut être considéré comme une nouvelle forme d'esclavage qu'il faut dénoncer. نص الموضوع الاخر كوم لسكلاف دو تيكست بوكو دو جون في ماروكان سون مالتريتي بار لي فامي شي كي يل ترافاي تورتور كو بولور بونيسيون اي ميم لا مور. Que pensez-vous de tout ce qu'elles subissent? Rédigez un texte. نحيدوا داك الشيء اللي درتو لكم بالاخضر بالاسود المطلوب، ونكتبوا هذاك الشيء الاول اللي هو كوم لسكلاف دو تيكست بوكو دو جون في ماروكان سون مال تريتي بار لي فامي شي كي يل ترافاي تورتور كو بولور بونيسيون اي ميم لا مور. المرحله الرابعه بالنسبه في المقدمه اللي كيبغي يدير سؤال يدير سؤال، ما عندناش مشكل. غير الاشكال انا اللي عندي واللي كنلاحظو في السؤال هو ما كيتجاوبش عليه في العرض، او اللي كيتجاوب على حوايج اخرين فكيتسمى خروج عن النص. يعني اللي دار شي سؤال او سؤالين يجاوب عليهم هما في العرض، يعني غيكون محصور. علاش انا كنفضل انه المقدمه ما يكونش فيها سؤال. نمشيو للمرحله الرابعه وهي العرض. ادوات الربط
ادوات الرد ضروري يكونوا عارفينهم. انا كتبت هنا دون بار دوتر بار، ممكن نديرو بروميرمون دوزيامون، كل واحد شنو غايدير. من بعد يعني الا كان الوقت غندير واحد الفيديو فيه ادوات الربط وفيه هذا الشيء، وفيه ايضا الحجج اللي ممكن تنفعكم ايام تحت الموضوع. يعني غادي ندير حجج ديال السفر، حجج ديال العمل، حجج ديال الاسره، حجج ديال المواضيع اللي محتمل انها تتحط. دابا نتدربوا، نمشيو للسؤال المطلوب منا. المطلوب ما رايك في كل ما يتحملناه؟ باش نكتبوا العرض غنحطوا الاول ادوات الربط وغنمشيو للعرض. شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا الراي، نص جدلي، راينا نص جدلي، وجهة نظرنا، وحجج وامثله. راينا نعبروا الاول على راينا، نحيدوا هو الاول. عندنا سولون موا، بالنسبه لي، يعني حسب رايي انا. اشنو غنكتبوا باش نخرجوا بواحد الجمله ظريفه بسيطه صغيره ومفهومه وناس وكتنفع؟ سولون موا لي بيتيت بون سون دي فيكتين، صافي هما ضحايا، هاد الخادمات ضحايا، بالنسبه لي ضحايا. نمشيو للحجج. الحجج هنا درت فيولونس، يعني العنف واللي كيت سوء المعامله، العنف الجسدي المعنوي والاعتداء حتى الاستغلال الجنسي، الخادمات عرضه للخطر واشكال متعدده من العنف في مكان العمل. التعليم، لا تستطيع الخادمات متابعه تعليمهن وبالتالي يحرمن من حريتهن في اختيار مستقبلهن. غنشد هذاك الشيء نحطو ورا جين بار، والحجه الثانيه نحطها ورا جين دوتر بار. غنحصل على العرض التالي اللي هو دون بار لا فيولونس الى الاخر، ثم دوتر بار ليدوكاسيون الى الاخر. المرحله الخامسه هي الخاتمه. هذه الخاتمه ممكن تحفظوها حيت كتليق اي الى تحط العبوديه والخادمات كيف ما كان المطلوب منك. تهضر على المعامله اللي تعرضوا لها، تهضر على النتائج وعلى سميتو، على الاسباب والنتائج، ايا كان المطلوب منك في نفس الموضوع هذه الخاتمه كتليق. واخيرا فينالمون، اذا كان العمل في حد ذاته ضروره وشكلا من اشكال تحقيق الذات، فان عمل الخادمات يعد انتهاكا لابسط حقوقهن، قد يصل احيانا لدرجه العبوديه. المرحله السادسه، نحترم قواعد الكتابه. الماجيسكيل في البدايه في الاول، الماجيسكيل وراء نقطه، ملي كتكون نقطه الحرف اللي وراها كيكون ماجيسكيل. نحترم علامات الترقيم، الفاصله، النقطه الى غير ذلك. نحترم ايضا المساحه اللي كتكون قبل، نحتار نظافة الورقة وكتر نديرو الوسخ، تنكملو داك الشي كامل ونتأكدو منو عاد نقلو في ورقة الامتحان، وغنحصلو على موضوع بسيط جدا. بعدو على كترت الكلمات، حيت راه كل ستة ديال الكلمات كينقصو لك نقطة. عند بعض الأساتذة كل ستة ديال الكلمات خطأ، تنسى هنا اس، تنسى هنا تكتب كلمة هنا خطأ، تكتب كلمة هنا بطريقة او، تكتب او، ستة ديال الكلمات كينقصوا لك نقطة عند بعض الأساتذة. يعني شحال ما صغرت المساحة وشحال ما صغرت النص، انت مطلوب منك مقدمة، عرض وخاتمة. تقدر دير في العرض غير فقرة واحدة، ماشي كاع جوج فقرات او ثلاثة. المهم تلتزم بالمطلوب ديالك باختصار شديد، صافي ما عنده ما يدير المصحح، التزم بداك الشيء وحطيت له المطلوب راه يعطيك النقطة كاملة. وبهذا الشكل غنحصلوا على نقطة جيدة في البرودكسيون اكري. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.